بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 ولغير الله لا نحني الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والرضا الأتم الأكمل عن الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة هذا الدين. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، واجعلنا امتدادا لهم، وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل والسداد في السير والوضوح في الرؤية، ونسألك ربنا بلوغ المقصد تحت مظلة رضاك، وأكرمنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، وعجل لنا برؤياك بختم آجالنا بما نرجوه من أمل الشهادة في سبيلك. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين ولا زائغين ولا منحرفين. وارزقنا ربنا ما رزقت أنبياءك وأصفياءك وأولياءك من التسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك وتحمل عبادك، وأكرمنا بكرامتي الحلم والعلم حتى تكونا زادا نواصل به مشوارنا إليك، وحتى نبلغ ما يرضيك عنا. وبعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم لقاء له خصوصية، لأنه قد يكون لقاء أخيرا في هذه المرحلة، حيث أني سأغيب فترة، أسأل الله أن تكون فيه ومن أجله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أينما كنا وكيفما كنا، أن يرزقنا جندية صارمة لا تقبل التهادن ولا التنازل ولا المساومة على حساب مشروعنا، مشروع الرسالة الكبير الذي نذرنا أنفسنا له، واصطفانا الله بمنه وفضله وكرمه لأجله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما سأقول نقاط علام بارزة لكل من عنده إرادة العمل، ولكل من يقول أنا جندي لهذا الدين، سأعمل على قدر وسعي وطاقتي أينما كنت وكيفما كنت، سواء كنت وحيدا أو كنت مع الجماعة. المهم إن الولاء لله والولاء لدين الله والولاء لمشروع العمل لهذا الدين في وقت أحوج ما نحتاج أن تستنفر جميع الطاقات للعمل كبيرها وصغيرها. المهم أن يكون ولاءنا قائم أينما كنا وكيفما كنا. وأتمنى أن يكون شعار المرحلة الآتي: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ومن صدق الله في طلب رضاه لابد وأنه سيفتح عليه بابا من أبواب العمل لدينه، ولابد أنه سيرزق التوفيق لأن يترك وراءه ولو بصمة واحدة من بصمات النور، أو يجني شيء من الآثار والثمار التي تكون له نورا يتلألأ بين يديه
وهو يسعى في طريقه إلى الجنة عابرا لهيب النار. أحبتي في الله، إننا نحتاج فيما نحتاج إليه في هذه المرحلة الباعث الذاتي، الشعور الذاتي بالمسؤولية. هذا الباعث أو هذا الشعور يجب أن نبحث عنه وننقب جيدا، يجب أن يقوى بين جوانحنا، يجب أن يتفاعل، يجب أن نزيل عنه الغبار، نزيل عنه الوهن، نزيل عنه الملل والكلل والفتور، وأن نندفع بتألق عجيب لنخدم مشروعنا الرسالي. ربما أنا قد وصلت الآن إلى قناعة، قناعة لم تكن وليدة ارتجال ولا انفعال أبدا، إنما كانت قناعة مدروسة بناء على حسابات النتائج التي حصلناها على أرض الواقع. ربما قد وصلت إلى القناعة بأنني كشخص أن أعمل بمفردي لمشروع الرسالي، وأنا أتحرك حركة لا تجعل الآخرين يقفزون قفزات نوعية لا تتحملها عقولهم أو طاقاتهم، ولا تجعلني أتخلف كثيرا حتى أنتظر الركب وأنتظر يعني من لم ينضج حتى ينضج، ومن لم يعالج حتى يعالج، والمريض حتى يشفى. فهذا الأمر فيه ظلم لمشروع كبير مع ساحة فارغة خالية لا يوجد فيها أحد، ويحتاج منا إلى تحرك فوري وسريع. فربما تكون الحركة المنفردة أكثر آثاراً وثماراً على حسب ما وصلت بقناعة على أرض الواقع أيها الأحبة. وليس هذا معناه بأننا لا يمكن أن نتلاقى، أو أننا لا يمكن أن نجتمع، أو أننا لا يمكن أن نتعاضد أو نتكاتف أو نتساند. القضية قضية الجميع، والمشروع مشروع الجميع، والهم هم الجميع. وأنا أول من طلقت كان بودي أن أنجح في تحقيق هدف كبير عملت له في الليل والنهار، لكن أعذروني إذا قلت وأنا من الذين ينقدون ذاتهم قبل غيرهم بتجرد، ويعرض الأوراق كما هي، لأنني أريد الله لا أريد شيئا آخر. حاولت جاهدا أن أصل إلى مرحلة أجمع فيها رتبة ولحية، وأجمع فيها دينا وسياسة، وأوحد فيها أمنا وإيمانا، وأجمع فيها معهدا ومسجدا وجامعا وجامعة، وأجمع فيها مؤسسة رسمية وملتقى ديني يتباحث فيه الشباب المسلم أمور دينهم وبلدانهم وأوطانهم. ومن خلال فكرة التجميع الكبيرة تحركت بفكرة تجميع أضيق منها، وهي أمثال هذه الوجوه الطيبة من الشباب الذين عندهم الخير وعندهم إرادة العمل وعندهم التحرك على أمتهم وعلى القضايا. حاولت أن أصوغ منهم مشروعا موحدا أو منهجا متكاملا يتحركون فيه عبر نظام من الثغور والأدوار والمحاور والمراحل، ونعمل جميعا بأخوة صادقة ومعية لا تبعية، وعبر جندية جميلة متكاملة حتى نصل المقصد الذي نريده. لكنني أقولها وأنا متجرد فيما أقول، وإني أبرأ إلى الله وأعتذر إليه للأسباب الكثيرة التي أوصلتني إلى أن أصل لهذه الحقيقة. لا المشروع الأول حقق نجاحا بسبب عوامل كثيرة، ربما جهة قبلت وأخرى لا، ربما كنحن كتيار إسلامي أردنا أن نحقق المشروع لكن التيارات السياسية أو الأمنية لم تستوعب بعد مشروعنا، فلم تتعامل معنا التعامل الذي يحقق هذا الهدف، بل بقيت على ظنها وتوجسها وريبتها، مع أننا في ليلنا ونهارنا كنا نريد وتحت ضوء الشمس نريد أن نصل إلى هذه الوحدة، إلى هذا اللقاء، إلى هذا التمسك والتماسك، إلى هذا التعاضد، لأننا نرى جيدا هجمة أعداء الدين والأمة والأرض والوطن، والقضية علينا، والأمر صار على درجة من الوضوح ما عاد يحتاج إلى مزيد كلام. فلا المشروع الأول وصلت فيه إلى المبتغى الذي هدفت إليه لوجود موانع كثيرة ظهرت من الجهات الأخرى وليس منا، ولا المشروع الثاني بأن أحقق تجمعا شبابيا واعيا متكاملا متمسكا على أساس من الأخوة والترابط، وعلى أساس من الاندماج والتماهي، وعلى أساس من التساند الطيب للوصول إلى الهدف. ولا حتى هذا ما استطعت
أن أحققه لأنني اصطدمت بعوامل نفسية وعلل قلبية وقصر نظر وأفكار كثيرة وقفت حاجزا بيني وبين ما أريد. ولذلك أيها الأحبة وصلت إلى قناعة في هذه المرحلة التي أنا فيها بأن لله مشيئة بعد ما زالت نافذة بأن العمل التجميعي أو تحقيق هذا الهدف بشقيه لم يحن وقته الآن، ربما يحتاج إلى ضربات أخرى أشد من أعدائنا لنا وصدمات أعنف وأقسى وبلايا تشعرنا بمرارة الجراح والذل والهزيمة، ربما نحتاج إلى أن تهدم ديارنا فوق رؤوسنا كما يجري في فلسطين والعراق، ربما نحتاج إلى تشريد في العراء إلى قتل صغارنا وانتهاك أعراضنا حتى نستشعر أهمية ما أردت إيصال الأمة إليه، لكنها تأبت علي وامتنعت لعللها وأمراضها وللأسف. فلذلك أيها الأحبة بت على قناعة أن هذه الأمة لن يتحقق مشروعها وليسمع الحاكم والمحكوم والأمن والإيمان، هذه الأمة لن تعي ولن تدرك خطورة ما يحيق بها وتسارع إلى العمل الجاد إلا بمصائب ستنزل على أم رأسها تشعرها الألم الجاد، تشعرها مرارة الهزيمة والذل والصغار، ويفقد الأثرياء أموالهم ويفقد الآباء أبناءهم وتفقد النساء عفتها ويفقد الناس أحباءهم، يمكن بعدها يمكن أنهم يستوعبون بعد ما أردنا أن نوصل الأمة إليه عبر ثورة المنبر وهدوء الحلقة وعبر كل واد وناد ومهرجان ولقاء وعرس ومأتم وعبر حركة ما ادخرنا فيها وسع والله يشهد في كل مدينة وقرية ومنطقة هنا وهناك، والتاريخ خير شاهد فيما مضى على حركة هذا المنهج وهذه الدعوة. لكن الأمة تحتاج إلى مزيد من التربية، كنت أتمنى أنها تتعظ بالغير لكن الظاهر أنها ما استوعبت الدرس وأنها بحاجة أن يتعظ بها هي. أيها الأحبة بعد هذا أقول من أراد أن يعمل في الساحة ومن أراد أن يستمر في طريق العمل الجاد ومن أراد حقا أن يترك أثرا وثمرا وبصمة من ورائه وأن يحقق شيء يذكر، فإني أنصحه أن يستوعب عني هذه الحزمة الثلاث. الحزمة الأولى ثلاث مقدسات، والحزمة الثانية ثلاث محرمات، والحزمة الثالثة ثلاث مسلمات. هذا الكلام لن تجدونه لا في كتاب ولا في شريط ولا في أي ولا في عقل من العقول الموجودة، هذا كلام تنطق به التجربة وهذا كلام يتحدث بلسان واقع مر نعيش، وهذا كلام يلخص خلاصة كل تجارب العمل الفردية والجماعية من أجل القضية. فلذلك هو كلام الميدان، هو كلام الساحة، هو كلام المعايشة والتفاعل، هو كلام الهم والغم والحزن والقلق والأخطار والأسفار والأخبار. إذا أردتم أن تنجحوا يا أحبة سواء ستعملوا بمفردكم أو تعملوا ضمن تجمعات أو تعملوا مع حكومتكم أو تعملوا لوحدكم أو كيف ما كان العمل يكون، احفظوا عني هذه الحزم الثلاث فهي سر النجاح في المرحلة التي نمر فيها الآن. ثلاث مقدسات إياكم أن تمسوا من قدسيتها، وإياكم تحت أي مبرر أو ظرف أو أي قناعة أو تصور أن تنالوا من قدسية هذه المقدسات الثلاث. المقدس الأول نصاعة الشريعة، نصاعة الشريعة على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتعالوا نتكلم بشيء من الجرأة وأقول تبا لما ظهر من بعد القرون الثلاث الأول، تبا لها كأفكار وتجمعات ونظريات وجماعات وتحليلات، تبا لها برمتها إلى يومنا الحالي، وتنظيمات وتحزبات ومصطلحات وعناوين. حافظوا على نصاعة الشريعة، ارجعوا إلى إرث محمد عليه الصلاة والسلام، دعوا الشبهات، دعوا كل المصطلحات التي دخلت وبدأت تشكل تجمعات شبابنا
تلعب في أفكارنا وتصوراتنا. القضية بسيطة يا سادة، ديننا كتاب وسنة لا يحتاج إلى زيادة. ديننا كتاب وسنة على ما فهمه السلف الأول رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، دين نقي واضح لا يوجد تعقيد فيه، لا يوجد غموض، لا يوجد التباس، دين فيه حزمة عقيدة خلاصتها الله هو النافع والضار، لا يعول على غيره ولا يطلب من سواه ولا يلجأ إلى أحد دونه جل في علاه. الله هو المالك، هو المتصرف، هو القيوم، هو المهيمن، هو الذي يملك مصائر وأرزاق العباد. الله لا بشر ولا حجر ولا شجر ولا قبر ولا إنس ولا جن ولا أصحاب سلطان ولا أصحاب مال يمكن أن يملك مع الله لك نفعا أو ضرا. الله به نستغيث، به نتوسل، عليه نتوكل، إليه نلجأ، منه نطلب، فيه نثق. الله وحده جل في علاه نراه في دلائل الوجود وحقائق الشهود، لا يخفى وأيقن بأننا لا نعبد ربا لا نراه، إننا نراه ببصائرنا، نراه بجمال الصنعة وكمال الموجود وإتقان المخلوق. الله 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 ألاحظه في كل شيء رأيته وأدعوه سرا باطنا فيجيب، ملأت به قلبي وسمعي وناظري وكلي وأجزائي فأين يغيب، أين يغيب. الله لا تعول على غيره جل في علاه، لا تظنن أن أحدا يملك لك ذرة من نفع أو ضر إلا الله سبحانه وتعالى. توحيد عقيدة، عقيدة نصاعة الشريعة تبدأ بتوحيد بعقيدة واضحة، ثم شريعة أحكامها مبوبة مرتبة، ما بين الشريعة ما بين عبادة وما بين معاملة بشكل واضح تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. من هذا الذي يعني يختلف في أوقات الصلاة وعدد ركعات الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر وقراءة القرآن والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله؟ عبادة صورها واضحة مبينة مرتبة، اقرأ السيرة تراها بأجل الصورة. ومعاملة تضبط بها علاقاتك مع الناس في بيعك وشرائك وآجارك ورهنك وحركتك اليومية، فأنت لست بمعزل عن مجتمعات البشر. ثم نصاعة الشريعة ما بعد العقيدة وما بعد الشريعة التي هي عبادة ومعاملة، هناك الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق يا سادة، الأخلاق بحثوا عنها، الأخلاق في جزئيتها وفي كليتها، في صغيرها وفي كبيرها، مع القريب والبعيد، مع الغني والفقير، الأخلاق مع العدو والصديق. إذا أخذت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسير في إحدى الغزوات ومعه أصحابه، أحد أصحابه وهو على ناقته يغفو ينام، فيأتي صحابي آخر يريد أن يتسلى فيأخذ سهم من كنانته، الكنانة التي فيها السهام، فيأخذ سهم هكذا فيرتاع هذا النائم، يجفل يفزع، فرؤية الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، رؤية غضب، وقال لا يروعن أحدكم أخاه المسلم، من روع أخاه المسلم أوشك أن يدخل النار، لا يروعن أحدكم أخاه المسلم. سهم مزحة بريئة يعني، ما في شيء، يمزح معه مزحة، لكن انظر إن الصلاة وهو يركز على مسألة الأخلاق فيما بيننا والتعامل بها، لا تروع أخاك المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يحدثنا عن شعب الإيمان، فننظر أنها بغالبيتها هي مسلمات أخلاقية، هي أخلاق، يتحدث لنا عن إماطة الأذى عن الطريق، يتحدث لنا عن تبسمك في وجه أخيك، يتحدث لنا عن المسح على رأس يتيم، وفي حديث آخر
جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة. قال: أن تؤمن بالله حق الإيمان. قال: وأي عمل بعد الإيمان؟ قال: أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال: فإن كنت عيّاً، يعني ما عندي قدرة أني آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، قال: انظر إلى جمال الكلام وما أروعه، قال: أن تكون بصراً لمن ضعف بصره، أن تقود اللي فيه ضعف بصر أعمى ولا تقطع به الطريق. انظر وين انتقل من الإيمان والأمر من المنكر إلى مسألة أن أنت ماشي في الشارع رأيت إنسان ضعيف النظر تأخذ بيده توصله لمنزله تقطع به شارع. قال: أو إن فعلت ذلك أدخل الجنة؟ قال: بلى. قال: بلى. أيها الأحبة، الأخلاق أمر أساسي للأسف نحن تهاوننا فيه كثير فيما بيننا مع غيرنا، مع أننا أمرنا بالقيم الأخلاقية في أعلى صورها حتى مع الأعداء تحت مظلة قول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن المقدس الأول هو نصاعة الشريعة، نصاعة هذا الدين بوضوحه، لا تسمح للأفكار والمصطلحات والتيارات سواء كانت قديمة تؤثر عليكم أو جديدة الآن. ما أكثر الرايات المرفوعة في ساحتنا أيها الأحبة، ما أكثر العناوين، ما أكثر اللافتات، وكل يقول إلي إلي. قل أنت قد تركتكم جميعا وهجرتكم جميعا، من كان يحمل إرث محمد على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام فهو مني وأنا منه، وإلا فأنا أسير بإرث النبوة وإنها واضحة لا تحتاج إلى من يحلل لي طلاسمها أو رموزها. لا تقبلوا إلا الإسلام عنوانا لكم، ولا تقبلوا إلا واضح الكتاب والسنة منهجا لتحرككم في العقيدة والشريعة والأخلاق. فإن فعلتم وحافظتم على هذا المقدس ستسلمون من كثير من الأذى وكثير من الورطات، فتبتعد عن الحزبية وعن التنظيمية وعن الانغلاق وعن المتاهات وعن أن تدخل في مسألة العداء فيما بين أبناء التوحيد لصالح أعدائنا الذين ينفذون مشاريعهم. المقدس الثاني أيها الأحبة الوطن، الوطن، الوطن. إياكم تحت أي مبرر أو أي ضغط أو أي معاملة سيئة من الداخل أو معاملة حسنة من الخارج، وأظنكم تفهمون ما أعني، سواء تحت أي ضغط من معاملة سيئة في الداخل أو معاملة حسنة تقابلها في الخارج، عروض ودلال وتلويح بالمستقبل وتلويح بالمراتب والمناصب، إياكم أن تمسوا قدسية وطنكم. نحن قد نتكلم الآن عن الوطن بشكله الإقليمي بسبب الظروف الموضوعية التي وصلنا إليها، أنتم في سوريا، لكن وأرض العرب والمسلمين هي أرضنا وهي وطننا جميعها أيها الأحبة. إياكم أن تمسوا وطنكم بسوء، إياكم أن تقبلوا مجرد تفكير أن تفعلوا فعلا مهما كان دقيقا أو صغيرا يسيء إلى بلدكم أو إلى وطنكم تحت أي ظرف كان. إن ما يريده الأعداء هو ذاك، وإن مشروع التحريش بين الحكومات والمعارضات وبين الحكومات والدول وبين التيارات الدينية أو الحزبية أو القومية وما إلى ذلك ما هو إلا هدفه أن نصل إلى أن نمس أن نقبل المساس بقدسية وطننا وتراب أرضنا لكي يأتوا هم ويزعمون أنهم يحملون لنا مشروع الخلاص، مشروع الحرية ومشروع الديمقراطية ومشروع العدالة، حتى يدخلوا بلادنا بدباباتهم وطائراتهم وبجحافلهم وبشياطينهم فيجعلونها أثراً بعد عين ويفسدونها ديناً وأخلاقاً وفكراً وتربية وسياسة واقتصاداً. فاحذروا، إن للوطن قدسية لا تمس مهما كان الأمر ومهما كان الظرف. وأظنكم تذكرون وأعود أذكر تماماً بما قلته لمراسل نيويورك تايمز الأمريكية حينما جاء وأجرى معي المقابلة، وقلت له كلام أتمنى أن يكون هو منهج التحرك لكم جميعاً.
حينما أراد أن يهمز أو يغمز ويقوم بحركة التفاف من أجل أن تخرج مني كلمة، كلمة على وطني، كلمة على أمتي، كلمة على قيادتي، كلمة على شعبي وإخوتي، وهم يراهنون على مثل هذه الكلمة من مثل أمثالنا، يراهنون على رهان كبير. فقلت له: لا تكونوا ملكيين أكثر من الملك، لا تزعموا الحرص علينا أكثر منا، اعلم يا هذا وليعلم من وراءك بأننا نقبل الرصاص في صدورنا من أيدي بني جلدتنا وبني وطننا، ولا نقبل الزهور والورود منكم تنثر على رؤوسنا. واعلم بأننا نقول ما قال ابن تاشفين فيما مضى: إنا نرعى الإبل والغنم عند بني قومنا ولا نرعى الخنازير عندكم أبدا. إن الوطن قدسية لا تمس. وفي اليوم الذي تفكر فيه أمريكا أو غيرها، هذا ما قلته ونشر، تفكر فيه أمريكا أو غيرها أن تمس تراب الأرض هذه وقدسية بلدي وهذه الأرض، اعلم بأننا سنقاتلها ولو بأظافرنا، حتى لو قلعت لنا الأظافر من بني قومنا فنحن سنقاتل حتى بدون أظافر. أرجو أن يعي هذا الكلام من يتربعون على كراسي المسؤولية والمتابعة الأمنية، أرجو أن يفقه هذا. نحن لا نتاجر بالألفاظ، هذه حقائق، والمسيرة التي مضت والمسيرة التي ستأتي ستؤكد هذا. ولا أقول هذا مجاملا أحد أو خائفا من أحد أو طالبا مرضات أحد، فلقد وصلت إلى حالة لا أرى فيها إلا الله وقضيتي، والموت أشهى عندي من أي شيء، والرحيل عن هذه الدار بكل من فيها وما فيها هو لحظة الأنس التي أتشوق إليها وأنتظرها بفارغ الصبر. ولكن هذه حقيقة يجب أن نعيها ويجب أن ندركها جيدا أيها الأحبة. المقدس الثاني الوطن. ولتعلموا وليعلم الجميع بأن من سينال من قدسية الوطن ستصله أيدينا قبل أن تصل إليه أيدي الآخرين، سواء كانوا مسؤولين أو غيرهم. من نراه يعبث بقدسية الوطن ويصبح ذراعا لأعدائنا على وطننا، وكيفما كان الذي سيصبح ذراعا أو بوقا سنكمم فمه ونقطع هذا الذراع الأسن النجس العميل أيا كان ومهما كان، سواء تحت راية إسلامية دينية يتاجر بها أو تحت راية قومية معارضة أو ما إلى ذلك. الوطن مقدس عندنا، ولن نسمح لأحد أن يمس منه ذرة أو يمس قدسيته تحت أي ظرف وتحت أي فكرة وتحت أي باعث أو ضغط. المقدس الثالث أيها الأحبة، ذاتكم. وقد تستغربون، ذواتكم أنتم، كل ذات على حدة مقدسة. إياكم أن تسمحوا لشياطين الجن أو الإنس أن ينالوا من صفائها أو نقائها أو قدسيتها. إياكم أن تسمحوا لأحد أن يوجهكم الوجهة الخاطئة أو يزرع فيكم البذرة النجسة أو الغير نقية وطاهرة ومثمرة. ذواتكم مقدسة، لقد اصطفاكم الله من بين كل المخلوقات على أن تكونوا خلفاءه في الأرض. أتعرف ما معنى أن تكون خليفة الله في أرضه يا هذا؟ أنت على حدة، اسمع الكلام، لك كل واحد منكم لك الكلام بعينك أنت. أتدري ما معنى أنك خليفة الله؟ أتدري ما معنى بأن الله اختارك أنت لتحميلك الأمانة؟ اختارك أنت لإرسال رسله إليك وإنزال كتبه عليك وتحميلك، تحميلك مشروع العمل، عمل الذي يسعد البشرية والذي يحقق العدالة، اختارك أنت من بين كل الموجودات. إنه التشريف مع التكليف، إنه التشريف مع التكليف يا سادة. ذواتكم مقدسة، لا تجعلوها رخيصة يؤثر عليكم إعلام أو يؤثر عليكم أفلام أو تؤثر فيكم أغنية ساقطة أو يؤثر فيكم مشهد ماجن. ذواتكم مقدسة، لا تسمحوا للدجاجلة الذين يمتهنون الدين، لا تسمحوا لهم أن يذلوكم أو يحولوكم إلى أتباع قد أغمضت عيونها
وصارت كالأموات كالميت بين يدي مغسله. لا تسمحوا ذواتكم مقدسة، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ لقد قلت لكم فيما مضى، فيما ثبت من صحيح حديث، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نائمة فوقف ملكان عند رأسي، قال أحدهما: زنه، فوزنني بعشرة فرجحت بهم، قال: زنه، فوزنني بمئة فرجحت بهم، قال: زنه، فوزنني بألف فرجحت بهم. فقال ملك يقول الآخر: والله لو وزنته بأهل الأرض والسماوات لرجح بهم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو نبيك. من أنت؟ أنت امتداده. الحديث ما زال يلبسك أنت، أنت بعينك. فلو أردنا وزنك على حسب حملك للمشروع حملا صحيحا، وحسب سيرك على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، لو وزنت بأهل الأرض والسماوات لرجحت بهم. هذا قدوتك، فأنت امتداد له، أنت امتداد له. اعرف قيمتك يا حبيبي، اعرف قيمتك، ذاتك مقدسة، تربتها من الجنة طاهرة، لا تسمح لأحد أن يبذر فيها بذارا أو يغرس فيها غرسا ليس كما يليق بمقامك وذاتك المقدسة. نعم نعم، احذر المتاجرين بالدين، احذر المرتزقة بشعارات الصلاح والإصلاح، احذر، ابتعد عن الأجواء الملوثة، سواء كانت شبهات أو شهوات أو متشابهات، أو سواء كانت معاصي أو حتى كانت أشكال تدينية سطحية جوفاء. ولا تقبل إلا الزرع النقي التقي، ولا تقبل إلا المشروع الكبير السامي، ولا تقبل إلا الهدف النبيل العظيم الذي يليق بذاتك كحامل للا إله إلا الله محمد رسول الله. اعرف أن ذاتك مقدسة، فلا تسمح لأحد أن يقترب منها. هذا من جانب الزرع. ومن جانب آخر، إياك أن تقبل المهانة والدنية، إياك. لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا، ولا نسمح لمخلوق أيا كان أن ينال من قدسية ذواتنا وحريتنا. لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا، لسنا عبيد ولسنا أشباه عبيد، ولن نرضى بزرد القيود، إننا أحرار. فليسمع العالم أجمع بكل ما فيه من قوى البطش والطغيان، إننا أحرار، والموت عندنا ألذ وأشهى وأمتع وأجمل من أن نسمح لقزم أو رويبضة أو نكرة أو تافه أن ينال من كرامتنا وحريتنا وعزتنا وإبائنا. إننا نستعد أن تغادر أرواحنا الأجساد، ولا نقبل الدنية. ولقد حدثنا فيما حدثنا القائد محمد عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله يعجبه من عبده إذا سيم خسفا أن يقول بملء فيه لا، أن يقول بملء فيه لا لا. وهذا عنترة على جاهليته، ولم يكن يعرف قدسية ذاته. هو جاي وكان عبد مملوك يقول: لا تسقني كأس الحياة بذلة واسقني بالعز كأس الحنظلي، لا تسقني كأس الحياة بذلة واسقني بالعز كأس الحنظلي. ذاتك مقدسة، ذاتك مقدسة، فحافظ على قدسيتها مع الشريعة والوطن، وكن حرا، لأن أشباه العبيد لا يحسنون البناء أبدا ولا يحسنون الإعمار، وسيبقوا دائما وأبدا في ظل الصغار. هذه مقدسات ثلاث. أنتقل إلى محرمات ثلاث. المحرم الأول: دم الإنسان إلا بحقه. الدم الإنساني دم محرم يا سادة، لا يجوز أن نهدره كيفما كان باجتهادات بعض الجماعات أو التنظيمات أو الشخصيات التي نصبت من نفسها ونصبت من نفسها على أنها تمثل الأمة الإسلامية وعلى أنها أميرة أو أمراء المسلمين. لا نقبل، لا نقبل إلا ضمن خط شرعي واضح. المحرم الأول الدم الإنساني محرم إلا بحقه، وحقه معروف بضوابط الشريعة يعرفه أهل الاختصاص، فإذا إلا بحقه. ونحن قلنا فيما مضى،
دم من يتجرع على أرضنا أو عرضنا أو مقدساتنا هدر، ولا يوجد فيه تفريق ما بين ما يسمى مدني وعسكري ومحارب وغير محارب. كل من يأتي زاحفا إلى أرضي ومقدسي وإلى خيرات بلادي لينهبها فدمه هدر لا عصمة له، لا عصمة له، سواء كان محاربا أو مدنيا، رجلا أو امرأة. وهذا حكم شرعي يجب أن نبرأ إلى الله عز وجل ببيانه. كل الجيش الأمريكي بكل ما يرافقه في العراق هدر، وكل اليهود في فلسطين جملة وتفصيلا هدر، لكن ما دون ذلك لا يجوز الاعتداء، لا يجوز التجاوز، أن نستحل الدماء هنا وهناك، أن نفجر هنا وهناك، أن نقتل هنا وهناك، أن نذبح هنا وهناك، هكذا فهذا الأمر فيه ما فيه. وأخطر ما وصلنا إليه يا أحبة أن هؤلاء الذين يدعون الجهاد وخرجوا لنا بأحكام غريبة جدا ينظرونها الآن حسب الوقائع والأحوال بأنهم على الظنة يقتلون بعضهم، على الظنة يقتلون بعضهم. ولقد تحدثت فيما مضى وأعود وأذكر بقصة ذاك الشاب الذي اتهم بالظن عند إحدى الجماعات التي تدعي الجهاد والمقاومة، وهو منهم وفيهم، اتهم بالظن لأن صاحبا له آخر تألى منه في قلبه على صراع على حسب الظهور والأمارات، وأنا لا أنت، أنا أقدم لا أنت أقدم، فذهب ووشى به ورتب له تهمة فذبحوه ذبح النعاج، ذبحوا أخا لهم يسير معهم في طريق العمل. انظر إلى أي درجة من الانفلات من قيود الشريعة وصل هؤلاء في إجرامهم وهدر الدم، هدر الدم الإنساني. وأنا أتقصد أقول الدم الإنساني حتى لا يخصص أحد بالدم الإسلامي أو الدم العربي، لا، الدم الإنساني محرم إلا بحقه، وحقه معروف، ولا نسمح لأحد أن ينصب نفسه أمير علينا أو على غيرنا ويتكلم عبر الأنترنت ويطلق فتاواه أو يرسل رسائله المشفرة أو غير المشفرة عبر الفضائيات يهدر فيها الدم على الجملة، ونحن الآن مكلفين بإنقاذ الإنسانية لا بإبادتها. فإذا كان الآخرين قام بعضهم بظلمنا لضعفنا وتركنا للأمانة وانسحابنا من الميدان وتآكلنا فيما بعضنا واختلاف كلمتنا، لا نبرر كل هذا بأن نذبح الأبرياء والأمين وأن نهدر الدم الإنسانية عامة. فلنرجع إلى مشروعنا، فلنرجع متماسكين إخوة، فلنحمل الراية ونعليها، ولنصبح من جديد شرطي المرور لهذا العالم المضطرب الذي يضرب بعضه بعض، فننظم سيره من جديد. هكذا نحمي أنفسنا ونحمي غيرنا. أما نحن ننكسر وننسحب ونذل ونفترق ونختلف فنهان، فنعوض كل هذا بأن نهدر الدم عامة، ولا نعلم أن المسؤولية أولاً مرتبطة فينا. نحن قد فشلنا في مشروعنا، نحن قد فقدنا دورنا وأوسمتنا ورسالتنا، لكن نحن طريق البناء فيما بيننا لكي نبني أنفسنا طويل يحتاج إلى عمل أجيال. وهؤلاء أصحاب قصر النظر مستعجلين يستعجلون، يقول لك أنا لا أصبر على بناء أمة لكي تأخذ دورها الرسالي والقيادي من جديد، ثم بعدها تهابها كل الدول فنوفر دماءنا ودماءهم، فيختصر الطريق فيهدر دم الجميع بلا استثناء بما فيه دم كل من لا يوافق فيما هو عليه، أو لا يوافق في فتواه، أو لا يوافق في حزبه أو تنظيمه أو جماعته أو وجهته. وهذا أمر خطير، يجب أن نتجرد من عواطفنا قليلا ونزل المسألة بميزان الشريعة، لأني أعرف أن كثير من الشباب ينساقون وراء هؤلاء باندفاع عاطفي، والعاطفة هنا لا تجدي أيها السادة. إن عندنا دين نسأل عن حلاله وحرامه، فاتقوا الله في مثل هذا الأمر، واعلموا بأن الدم الإنساني محرم إلا بحقه، إلا بحقه ضمن ضوابط الشريعة التي يعرفها أهلها. المحرم الثاني أيها الأحبة، التجربة العاملة أو الأنموذج العامل، هذا محرم أن ننال منه، سواء كان فرد أو كانت جماعة طيبة أو كان منهجا يتحرك. إذا رأيتم شخص يعمل للدين يسدد أو يقارب، لم يصل لمرحلة الكمال، قريب من الكمال، يسد ثغر، يعمل عمل طيب لا بأس به، إياكم أن تنالوا منه، أعينوه، ساعدوه، شدوا على يديه،
اذكروه بخير، ادعوا له بخير، حاولوا التواصل معه أينما كان وكيفما كان. أما الآن أصبنا بداء غريب، كلما ظهر شخص يعمل يسارع الجميع لتحطيمه، هكذا قيل وقال. كلما ظهر نموذج عمل هنا وهناك يمثل فلان أو يمثل مجموعة شباب، تجد فورا التهم جاهزة والهجوم جاهز، وأينما ذكروا يذكروا بإشارة الاستفهام وإشارة الظن. احفظوا نماذج العمل، احفظوا. أنا قلت تجربة لأني قد تكون لم تصل بعد لمرحلة الكمال، لك ذكرت تجربة، يعني ممكن أن تنجح وممكن أن لا تنجح، ممكن أن تكمل وممكن أن يبقى فيها نقص، لكن حافظوا عليها، حافظوا عليها. هذا حتى لا أعطي أيضا أنا مصداقية كاملة لكل من يعمل وأعطي أنه الكامل المكمل، لا، هو يعمل، هو يسد ثغرا من ثغور العمل، سواء كان برنامج دعوي أو سواء كان برنامج على إحدى الفضائيات الملتزمة الجيدة يعمل بها، أو سواء كان نظام كاسيت يوزعه، أو سواء كان موقع جميل على الانترنت يقوم به، أو سواء كان حركة عاملة، سواء كان شخص أو أشخاص أو حتى تجمع ضخم جدا. احفظوا نماذج العمل الجيدة والتي هي تحت الشمس واضحة وتعمل لهذا الدين، لأن الأشرار أكثر من الأخيار. ولو أردنا أن نحصي جميع الأخيار الذين يعملون على وجه الأرض لا يشكل إلا 1 بالمليار من الأشرار، فاحفظوهم، نحطمهم أيضا، نبيدهم، نسقطهم، نجعلهم يحبطون أو ييأسون. إذا رأيت نموذج ما شاء الله بارك الله فيه جيد ممتاز، قد يكون فيها النقطة هذه، لكن إن شاء الله يكملها، وأحاول التواصل معه وأنصحه وأشد على يديه، هذا محرم. إذا رأيتم إنسان يعمل أو نموذج يعمل فاحفظوه. أما مو تشوف لي واحد دجال مرتزق عم يكتب حجب ويمسح للنسوان تقول ما شاء الله نموذج عمل تعال نحفظ بارك الله فيك، لا، قلوا لا بارك الله فيك تماما. لا تجد إنسان يتاجر بدين الأمة وعقيدتها على غير هدى أو بجهل أو بزندقة أو باطنية أو بمصطلحات وشطحات وتقول هذا نموذج عمل، هذا ليس نموذج عمل، هذا نموذج هدم، نموذج تخريب تماما. يجب أن تميز بدقة بين نموذج العمل الأقرب إلى الصواب أو صواب وبين من يخربون باسم الدين وتحت مصطلحات الدين، هذا محرم ثاني أيها الأحبة، إياكم أن تقتربوا منه وحافظوا عليه. المحرم الثالث أيها الإخوة، بيوتكم. مهما كنت تدعي بأنك مشغول بالعمل للدين أو العمل للدنيا وأنك داعية إلى الله وأنك مجاهد في سبيل الله وأنك مفكر كبير وأنك إنسان يعني لك مشروع ضخم، مهما كان ادعاؤك سواء كان ادعاء أو صحيح لا يجوز لك أبدا أن تهمل بيتك، لا يجوز لك بحال الأحوال أن تهمل أسرتك، يجب أن يبقى هناك خطوط ارتباط قوية ما بينك وبين زوجك، ما بينك وبين والديك، ما بينك وبين إخوتك وأخواتك، ما بينك وبين أبنائك، ابني دارك. تعرف لماذا؟ لأنك لو بنيت الكون برمته وهدم بيتك فإن الله سيسألك عن هدم بيتك ولن ينظر إلى بناء الكون، تفهم علي هذا الكلام؟ قوا أنفسكم وأهليكم نار، هذا الأصل، وقودها الناس والحجارة. فلو بنيت الكون كله وانهدم بيتك بتقصير منك طبعا، ها موني تمردهم عليك، لا بتقصير منك، فإذا اعلم بأن الله لن ينظر إلى بناء الكون وسيسألك عن هدم بيتك. أعطوا بيوتكم شيء من الوقت، جدلوها منذ الآن، منذ هذه الساعة، تعالوا نتفق جميعا الآن ونتعاهد فيما بيننا ونعاهد الله سبحانه وتعالى بأننا نعطي لفتة جيدة إلى أسرنا وبيوتنا، هي الصمام في النهاية. في النهاية ربما أنت لا تستطيع أن تملك الشارع أو تملك الكون أو تملك الدول أو تملك البلاد أو العباد، لكن تملك بيتك، أنت قادر على أن تقيم مملكة إسلامية في قلب بيتك وأنت تشعر، تجلس هكذا عند المساء تطبق الشريعة كما أنزلها الله عز وجل، ما أحد قادر يقول لك ثلث الثلاثة كان زين، وتشعر بنشوة ما بعدها نشوة، مملكة إسلامية لحالك، أنت خليفة المسلمين وهذول رعاياك وهذه أم المؤمنين معاك وخلاص، بعدها الكون إذا خرب من بعدك خلاص، أنت عندك تأسيس، عندك أساس، ينظر الله إليكم ويبتسم لهذه الواحات النورانية الرائعة في هذه الصحراء، هذه البراري القاحلة المقفرة من الدين والتدين والأخلاق. أيها الأحبة، سبحان الله، كلما اندمجت أكثر بالمجتمعات الجاهلية وكلما سبرت أغوارها، والفترة الأخيرة سبرت أغوارها حتى النخاع ودخلت فيها حتى نهاية القاع،
ورأيتها عن كثب، ورأيت تركيبتها. قبل كنت أصفها توصيف أو أحللها تحليل، لكن هذه الفترة الأخيرة بدأت أنظر إليها بنظر التعايش القريب ونظر التلمس، فعدت وقلت يا لله، أوصلت البشرية إلى هذا المستوى المنحط وهذا الدرك السافل؟ أوصل الناس إلى هذا المستوى من الضياع والتيه؟ ثم قلت يا لله، ما أروع هؤلاء الشباب، ما أجملهم، ما أتقاهم، ما أنقاهم، وهم هكذا في واحتهم المؤمنة، في تجمعهم المبارك، على كل ما فيهم من عيوب وأخطاء، ما أجملهم، ما أروع صورتهم، إنهم ملائكة تمشي على وجه الأرض. ولذلك حاولوا أن تزيدوا من رصيدكم الإيماني، زيدوا من ثباتكم، فوالله إنكم نموذج غريب عجيب. إنكم في هذا الوقت بما تعيشونه من أفكار، بما تعيشونه من آمال، بما تعيشونه من أهداف، بما تعيشونه من وضع، ترى والله إنكم إحدى خوارق العادات في هذا الزمن. فقدروا هذا واحفظوا هذا وزيدوه، وفي النهاية إذا حافظتم فقط على الرصيد يكفيكم عند الله عز وجل. تفهمون علي؟ في نهاية الأمر إذا ما استطعنا أن نحقق أي شيء ونفذت إرادة الله أو كان أمامنا من حجم العداء والتآمر ما أفشل كل مشروعنا الكبير، لكن فقط حافظنا على الأسر، بهذا سننجو بين يدي الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تعوا عني هذا، وأن الأسرة إحدى المحرمات التي لا يجوز المساس بها أو يجوز إهمالها أو يجوز تركها أو يجوز تضيعها تحت أي مبرر، ولو كنت أنت القائد الأوحد للجيوش الإسلامية لا يجوز. فانتبه لهذا وأدرك عني ما أقول. والآن أنتقل بكم إلى المسلمات، وهي أيضا ثلاث مسلمات يجب أن تعوها وتفهموها. المسلمة الأولى أيها الأحبة، إن العزلة الفكرية عن ضجة الكون وحركته الآن وما يجري فيه، العزلة الفكرية عن ضجة الكون وعجيجه وأحداثه وصخبه وما يجري فيه، ما هو إلا حالة من الانهزام أمام مسؤولية اليقظة الذهنية والشعور بالمسؤولية لترشيد الصحوة لهذه الأمة، وما هو إلا عجز واضح أمام نصرة الحق ومقاومة الباطل. قد يقول أخي يعني ماذا قلت؟ وعد يقول يعني إيش هذه العبارات؟ إيش يعني تعنيها؟ إيش قلت؟ البعض أدرك عني، أعود فأرتب وحلك معنى الكلام. أحبتي إلى الآن للأسف إلى الآن أجالس شباب، شباب ملتزم وطيب وعلى خير، قد يحمل شهادات وخريج جامعات، قد يكون دراسات عليا، وقد يكون شباب، لكن لما تجلس تحادثه عن الذي يجري في العالم وأنه جزء من هذا العالم شاء أم أبى، جزء بانتمائه للعالم الإسلامي، جزء بانتمائه للوطن العربي، فإن نتكلم إذا تكلموا حتى بهذا المنطق يعني مجازا، جزء من حركة التآمر على الإنسانية ككل، هو إنسان. لما تجد تحدث عن المشاكل، أمريكا ماذا تخطط، وأوروبا ماذا تنوي، والمعسكر الشرقي كيف يكتل نفسه، والهند إيش مشروعها، وبعض الدول العربية إيش دورها الخياني الذي تعبث به وتلعب، ومصير المنطقة، وما نحن مقبلين عليه، وماذا يراد منا، وماذا يراد منها، تجد في البداية يجاريك قليلا، شوي بعدها يقول لك وجعني رأسي، يقول لك صار يألمني رأسي، والله يا أخي ما عيفني هالكلام، خلينا إيش بدك، خلينا يا شيخ وقعد وحد الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله يأخذك ويأخذ أمثالك إن بقيت هكذا. أي سبحان الله هذه؟ إن سبحان الله الذي تنزهه بها هذه، سبحان الله هو كلفك أن تجعل سبحان الله شحنة تنوير لعقلك وقلبك من أجل أن تستوعب الحدث، من أجل تنهزم منه أبدا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا أحبة، إن البعض حينما يعزل نفسه فكريا عن الذي يجري في الكون ويهرب إلى صور من العبادة، يقول لك أنا في عزلة، أنا في ذكر، أنا في قراءة قرآن، أنا أراوح بين الحج والعمرة، هذا إنسان فاشل، وهذا إنسان يغضب الله عليه لو أدى كل العبادات، وهذا إنسان عاجز عن نصرة الحق ومقاومة الباطل، وهذا إنسان يبرر انهزامه أمام اليقظة الفكرية التي هو ملزم بها وملزم أن يعممها على باقي المسلمين هنا وهناك حتى يعرفوا ماذا يجري من حولهم.
إذن هذه مسلمة أولى يجب أن تدركوها، لا تعذر أبدا بعزلتك الفكرية عما يجري من حدث، ولن تعدم أبدا من وسيلة أو قناة تطلع فيها على ما يجري من حولك وتأخذ دورك الفاعل، وأن مجرد المعرفة له يعتبر حافز أساسي في العمل وزيادة العمل أيها الأحباء. لذلك يجب أن ننتبه لهذه المسلمة الهامة والخطيرة. المسلمة الثانية أيها الأحبة، ألا تعجبون من ضحك الشيطان علينا؟ قال: وكيف يضحك الشيطان علينا؟ أقول: ألا تعجبون من أنك ترى بلادا ملحدة تملك أرقى أجهزتها، وبلادا مشركة لا تدين لله بالوحدانية ولا نبي بالرسالة، قد بلغت الأوج في الاختراع لما يسعد الإنسان ويرقيه ويذل الآخر من غير دينهم وعقيدتهم، ثم إذا جئت تتجول في بلاد المسلمين لا تجد هذا ولا تجد ذاك، مع أنهم هم الذين قد كلفوا من الله عز وجل بسيادة العالم وقيادته. ألا تستغرب من ضحك الشيطان علينا حينما تراجع محصول الجزائر الحبوب بعد انسحاب فرنسا من الجزائر إلى أقل من الربع، وفرنسا في الجزائر المحصول كاد أن يغطي احتياجات أوروبا بكاملها، فلما انسحبت فرنسا أهمل الناس وتراجع المحصول إلى الربع. ألا تستغرب من أن شعب السودان يسير على أغنى أرض في الكرة الأرضية يمكن أن تحقق له الرفاه ويلحق بمصاف الدول الثرية الباذخة، ثم تجده أفقر شعب تقتله المجاعات ولا يفعل شيء؟ ألا تندهش أيها الحبيب حينما تعلم أن مجموعة سجناء في بريطانيا محكوم عليهم مؤبد مدى الدهر يتقدمون إلى إدارة السجن بالقيام بمشروع ألا وهو ردم جزء من شاطئ البحر، حولوه إلى تربة صالحة للزراعة، شتلوا فيه الأشجار والورود والمحاصيل، ثم طالب الحكومة فوزعته عليهم تملكا، يعيشون في السجن على أعلى مستويات الرفاهية من جني أيديهم وهم سجناء. وعندك مليار مسلم عجزوا إلى الآن على أن يحققوا وهم بحريتهم ما حقق السجناء في قلب بريطانيا. ألا تستغرب إلى الآن بأن تلك الشعوب التي ملوثة ضمائرها ونفوسها تعيش حياة القذارة، وصلت إلى الدرجة أنه انتشر فيها الإيدز والسفلس والأمراض الفتاكة بسبب انحرافها وبسبب بلوغها وبسبب يعني انغماسها في مستنقعات الرذيلة، ومع ذلك إذا سرت في شوارعها تراها من أنظف الشوارع، وإذا تحركت فيما بينهم كنظام عمل تجدهم على أعلى مستويات التكامل وعلى أعلى مستويات التعامل، وإذا جئت إلى بلاد المسلمين فلا ترى إلا المظاهر الشوهاء وإلا الشوارع الملوثة وإلا التعامل الغير حسن والمواعيد الغير منضبطة. ألا تستغرب من ضحك الشيطان علينا؟ إذن مسلمتنا الثانية أيها الأحبة، ربما لا نستطيع في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين أو عقد أو عقدين أن نصبح كهؤلاء فيما وصل من اختراع واكتشاف وتمدن ورقي واستثمار لما حول إمكانات، لكن يجب أن ننوي نية البدء بالعمل، فإن الله سيسأل كل فرد عن نيته هو. أنا يجب أن أقول مثلا خلاص أنا إن شاء الله منذ الآن أسعى أي منظر مشوه في شوارعي أنا أزيله، أي بقية صندويش أو بليلة أكلها ما أرميها في الشارع إنما أرميها في المكان المحدد المخصص، أي أخ أجد عنده عقل منور ممكن يخترع شيء أو يعطي شيء لأمته أشجعه أدعمه أعرف عليه الناس أعرف الناس به، لعلها ننهض أيها الأحبة، لعلها ننهض. يجب أن نعلم بأننا مسؤولين عن نوايانا في الداخل نوايان، واعلم أن المقدسات والمحرمات والمسلمات ترى فيها خط تكامل فيما بينها بمجموعها يتكامل المشروع، وإلا فهناك إشكالية ما بعدها إشكالية أيها الأحبة. إذن انوي أن تأخذ دورك في أن لا تسمح لهؤلاء أن يبقوا أفضل منك في مستوى التعامل أو التكامل أو التأنق أو التألق أو الرقي أو الجمال أو الكمال، بل يجب أن نأخذ جميعا أدوارنا أينما كنا وكيف كنا. مثلا أنتم في قرية، ألا يوجد في القرية الواحدة 5 شباب أو 10 شباب؟ والله لو قمتم بمشروع تجميل للقرية
وطرحتموه وبدأتم من خلاله ستحصدون نتائج ولو بعد سنة وسنتين ثلاث، ثم تحصدوا حب الناس وتقدير من حولكم من الجوار. تمام. إحدى القرى أيها الأحبة النائية لم يكن فيها ماء، وكان يذهبون إلى أماكن بعيدة جدا لكي يأتوا بالماء. فاجتمع بعض الشباب الواعين من يحملون هذا الهم وهذا المشروع، فقرروا أن يحفروا بئرا، فجمعوا على مدار 3 سنوات 3 سنين يجمعون من هنا ومن هنا ومن أهل القرية على حسب طاقة إمكانتهم، إلى أن بدأوا الحفر وبدأوا يحفرون ويحفرون حتى ظهر الماء في قريتهم، وصار يسقوا كل القرية وبارك الله في سقياهم، وصاروا على خير وعلى جمال. مناطق أخرى كانت معدومة الكهرباء، تواكب الناس وتكاملوا فيما بينهم وجاءوا بمولدة كبيرة تغطي مساحة القرية الصغيرة التي هم فيه، فنوروا حياتهم ونوروا شوارعهم ونوروا بلدتهم وقريتهم الصغيرة وصاروا في حالة سرور. وهكذا إننا حينما ننوي ونبدأ سنحقق شيء، وهذا جزء من التكليف يا سادة. لا يصرفنكم شيء عن شيء، لا يصرفنكم شيء، كلنا كل هذا مسؤول عنه. تصور الذي يحدثك عن لا إله إلا الله في أعلاها يحدثك عن إماطة الطريق في آخره. طيب كيف تجمع بين لا إله إلا الله حقا حقا تعبدا ورقة توحيدا وصدقا بكل مقتضياتها من بذل النفس والمال في سبيل الله إلى إماطة الأذى عن الطريق في حديث واحد شعب الإيمان؟ أعلاها إيش؟ لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا الذي أقوله ليس مجرد أفكار غربية مستوردة، هذا مشروع إسلامي يا سادة، هذه عقيدتكم، هذا دينكم، يجب أن تدرك وتشعر بقيمة ما أقول حتى نحقق شيء، حتى نبدأ بتغيير شيء في حياتنا أو كائننا بإذن الله. المسلمة الثالثة والأخيرة أيها الأحباء، إننا جميعا نخطئ ونصيب ونذنب ونتوب ونقبل وندبر ونتألق ونفتر ونطيع ونعصي، وكلنا ذاك الرجل ولا عصمة لأحد. ولكن حينما تتقرر لديك هذه المسلمة ضع لنفسك ميزانا دقيقا جدا، ميزان دقيق، طالما أني أنا وأنا أدرى بنفسي، كل منكم يقول هذا، أنا وأنا أدرى بنفسي بأنني أقر بيني وبين نفسي بهذا وألتمس العذر لها حينما تخطئ أو حينما تذنب أو حينما تعصي أو حينما تفتر، فأرجو أن تنطلق من هذا إلى الغير، إلى الغير. ربما تكون أنت في حالة ألق وترى آخر في فتور، فلا يطغينك ألقك فتظلم أخاك لفتوره. ربما تكون أنت على أعلى مستويات الطاعة ويقع أخاك في معصية، فلا تقول أنا الآن طاع، ربما تنقلب الأمور تتغير يا سادة. ربما تكون أنت في قمة الصواب وغيرك أخطأ، فلا تتعجل وابقى على ولائك وودادك ومحبتك القلبية له. وإذا كانت الشريعة أجازت لنا هجرا في الله، هجرا فيما بين المسلمين، الهجر جائز إذا كان الذنب عظيما، أن يهجر، أن يهجر المسلم أخاه المسلم، لكن على أن لا يزيد فوق 3، إلا إذا كان هذا الأخ المسلم تسبب بضرر كبير للعمل الإسلامي فيفعل به كما فعل بالذين تخلفوا عن الغزو في تبوك، هجرهم المجتمع الإسلامي 50 يوم ما كلمهم أحد حتى زوجاتهم، لكن ورغم الهجر كان الصحابة إذا رأوا أخاهم قادم، هذا اللي هجرينه، كانت قلوبهم من الداخل تدمى وتدمع، يقولوا يا رب أنزل توبتك على أخينا، يا رب أجبر عثرته، يا رب أقله من سقطته. كان هكذا، شو إجى هذا المتخلف، شوف هذا مهجور، لا، كان يلتزم الأمر الشرعي ظاهرا فيهجر، لكن في قلبه يبكي ويدعو له، إنه أخي، إنه أخي. وكما حدثتهم قبل في قصة حقيقية يا سادة وليست من نسج الخيال، ولشيخ معروف في دمشق وكان يدرس في الجامع الكبير، وكان معه أحد التلاميذ المقربين ويعتبر يعني ذا مكانة، فمرة من الأيام جاء الشيخ ليدخل إلى درسه في المسجد، وإذا على باب المسجد رجل شاب سكير رائحة الخمر تفوح من فمه، وركض إلى الشيخ يريد السلام عليه. أتول السكرة عجب، هي شعور أني بالذنب أني هذا شاف شيخ بحبه، فركض عليه حتى فمنعه هذا الرجل، هذا تلميذ طالب العلم التقي النقي، منعه وزجره ونهره، فأصر السكير على أن يصافح الشيخ فلطمه. إيش فعل؟ لطمه. يقول أحد الإخوة الذين كانوا يحضرون المشهد،
والله ما مرت الأيام إلا ورأيت السكير على حلقة الشيخ يقرأ كتابه، ورأيت طالب العلم في الشوارع يسكر. ما مرت الأيام، ليست طويلة. يا سادة، إذا رأيتم أهل المعاصي فأبغضوا معصيتهم، لكن حاولوا إنقاذهم. اليد تقيم الحد، لكن القلب قائم على الود. إنه ما زال يحمل لا إله إلا الله. لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم. أعود وأركز، وأنتم ملاحظيني في كل قامة أؤكد على هذه القيم الأخلاقية السامية، لأني أراها شبه ضائعة من حياتنا ومن تعاملنا وفيما بيننا أيها الأحبة. هذا مسلم آخر أرجو أن تحفظوه عني وتدركوه جيدا، حتى نصل جميعا إلى بر الأمان وشاطئ السلامة. اللهم ربنا ورب كل شيء، ومليكنا ومليك كل شيء، إنك تعلم ما في قلوبنا، وتعلم ضعفنا، وتعلم حاجتنا، وإنك عالم بالجملة غني عن التفصيل. اللهم فأعطي كل منا مراده على ما يرضيك. اللهم خير لنا واختر لنا ودبر لنا، فإننا ما عدنا نحسن التدبير. اللهم اجمع قلوبنا على كلمتك، ووحد أرواحنا على طاعتك، واجعلنا جميعا جندا لك. نعوذ بك أن نكون من الذين ظلموا أنفسهم فحادوا عن جادة الحق والصواب. نعوذ بك أن تستبدل بنا أحدا غيرنا بعد هذا السير. نعوذ بك ربنا أن تقلب قلوبنا بعيدا عنك. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على محبتك ومحبة عبادك وأصفيائك، ثبت قلوبنا على محبة بعضنا فيك. اللهم أجري الخير على ألسنتنا وأيدينا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا في سبيلك يا رب السماوات والأراضين. اللهم خذ بأزمة قلوبنا إلى ما فيه رضاك. اللهم إن أعداءك قد أظهروا علينا قوتهم بتدميرنا بذنوبنا واختلاف كلمتنا. اللهم فأرنا قوتك بتدميرهم بصدق الصادقين وثبات المخلصين وجهاد العاملين وعمل الدعاة الربانيين. اللهم ربنا نشكو إليك الحال وما إليه آل المآل، وأنت عالم بكل شيء يا رباه. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم فأدركنا قبل فوات الأوان. اللهم إنا نشهدك بأنك أنت الرب الواحد الأحد المعبود المقصود، الذي لا نثق بغيره ولا نتكل على سواه ولا نلجأ إلا إليه. ونشهد أن ما دون عرشك إلى قرار الأراضين باطل غير وجهك الكريم. قد ترى ما حل بنا، فأغثنا أغثنا أغثنا يا مغيث. اللهم أصلح ولاة أمورنا، أصلح حكامنا، اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم احمي أوطاننا، واحفظ أرضنا وعرضنا، وحرر بلادنا، وطهر مقدساتنا، واجعلنا من الذين تكرمهم بأوسمة البذل في سبيلك والتضحية من أجلك، وخذ من دمائنا حتى ترضى، واقبل جهدنا وجهادنا ودموعنا ودعاءنا وحركتنا وفكرنا وتجاربنا ومحاولاتنا، واقبل دماءنا وأشلاءنا في سبيلك يا رب السماوات والأراضين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين يا رب السماوات والأراضين. اللهم وفق هؤلاء الإخوة في سيرهم. اللهم ارزقهم الثبات على الحق الذي حملوه وعرفوه. اللهم وارزقني الثبات حتى الممات. اللهم وكن معي في سيري وحيدا حتى أراك وأنت راض عني يا رب السماوات والأراضين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.